مسألة الرهان على الدول الكبرى للدول الكبرى الدول الخمسة داعمة العضوية على ماذا يجب أن تراهن طهران؟ ارتباط عضوي. أي؟ لذلك احنا باختصار دكتور عفوا حتى أوزع الوقت بشكل متوازي، على ماذا يجب أن تراهن طهران في ظل المعطيات المتوفرة؟ القدرات الذاتية والاحتمالات السيئة في التخطيط الاستراتيجي، أخذ بأسوأ الاحتمالات وتبنى أفضل الخيارات. أسوأ الاحتمالات تقول أن ضربة قادمة، فكيف نمنع الضربة؟ وعلى إيران أن تدرك حقيقة أنه الحرب الإقليمية الآن مقترنة، يعني ترتبط بقرار من إيران. إذا استطاعت إيران أن تتبنى الخيار الدبلوماسي والحل الدبلوماسي ووظفت وسائلها بالتحديد سلطنة عمان، يعني في تقديري سنذهب باتجاه الخيار الحل الدبلوماسي. أما ما دون ذلك إذا صارت حرب فالحرب ستكون مفتوحة وممكن أن نصل بها إلى حرب الوجود. في حرب الوجود تكون حربا قاسية. شوف إسرائيل الآن دت قاتل، كسرت كل قواعد الاشتباك، كل قواعد الاشتباك تخطتها وكأنها لا تكترث لا للأمم المتحدة ولا إلى للبعد الإنساني، لأنها تقاتل ضمن مفهوم حرب الوجود. ففي حرب الوجود حينما ندخل أوروبا في تهديد وجودي وندخل الولايات المتحدة في أن ندخلها في أمنها القومي في تهديد وجودي، أنا ذاك سنشهد ردود أفعال داعمة لإسرائيل وقاسية على الميدان.